يقول: وما الرد على من يقول إن المطلوب هو العمل لا العلم؟ هذا قول الصوفية أهل الضلال، ما يكون العمل صحيحا إلا إذا كان مبنيا على علم، لا يبنى على جهل، على مواجيد وأذواق عند الصوفية، هذا كله هذيان من الشيطان. العلم لا يكون إلا على عمل صحيح، إلا على العمل لا يكون إلا على علم صحيح يستند إليه، وإلا فهو عمل باطل مبتدع. نعم.